بيع خلي الشيخ ربيع يسلم على الشيخ ابو عاشه ويرد عليه. طول مجال الربيع. حي الله ربيع، حي الله. هذا الشخص لعن المغيرة بن شعبه، هو الان يطعن في سلم على ربيع ابو عاشه. ربيع يسلم عليك، سلم علي. السلام عليكم يا شيخ ربيع، حياك الله يا شيخ ربيع. كيف حالك ابو عاشه؟ اهلا وسهلا بشيخنا الفاضل تاج الراس. كيف حالك يا اسد السنه؟ حياك الله. عائشة دامبي وبصلي، شلونك يا مره متزوج يا ابو عائشة؟ والله شوف، لو تتكلم الان يا ابو ما اقاطعك، انا لم احب اقاطع، لان كلامه كله انشائي ولا منه فايده، فلا تقاطع. صح ابو عائشة، ما يقاطع. خلي ربيع، خلي ربيع، الشيخ ربيع يتكلم. تفضل الشيخ ربيع. تفضل يا شيخ ربيع، انا بعدك. يلا صراحة نشكر هذه القناة المباركة التي افتحت لنا المجال وانارت عقولنا، واقول لكم الأصل في الآية أن تكون خير أئمة وليست خير أمة. الأئمة الذين قالوا بتحريف القرآن وغرقوا الدعوة. لا لا لا، صحيح، خير أمة، خير أمة ليست أئمة. هذا قاعد بمطعز. عفوا عفوا، أصل الخطاب في إثبات كتاب تحريف. لا لا لا، مو عفوا، خير أمة، خير القرآن. على سبيل المجال ولا الحصر، ووضحتم لنا المجال لكشفنا عن فضائحكم وأنكم لا تصلحون أن تكونوا خير أمة على الإطلاق، بل يجب أن تكون الشيعة هي أدنس أمة على وجه الأرض، وذلك لما فيها من طرهات أدانت بالمذهب الإسلامي وجعلته في الحضيض بين الأديان. كملت؟ جيد. شوف أخواني، لا بس لحظة لحظة لحظة. نعم. شوف اخواني، قال الشيعة انجس امه، مو ولا كلمة زين، وقال انه شو جعلنا اوقف ما اسمع، جعلنا ماذا؟ امة التطبيل وامة الزنجيل وامة المتعة والارض، الارض الامة، الارض الامة. شوف اخواني، بالله عليكم، لا لا يا اخ ربيع، انا مو تركتك اخ ربيع، بل يجب ان تكونوا ادنس امة، ادنس امه. ماشي، شوف اخوان، كملت؟ كملت شتمتنا. انا اتيت من كتبك، لم اقل شيئا من عندي. لا لا، كتبنا يا 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 اخ ربيع، اخ ربيع، ايها المشاهدون الكرام، هل كتبنا قالت لا حول ولا؟ شوف شوف الان يقول يشتم احمد الامامي، واحمد الامامي ساكت. لحظه لحظه، شوف اخوان، الآن بدأ عبر من الشيعة الآن بدأ يشتم بأحمد الإمامي. طبعا أنا أقول لكم ما هو السبب. ربيع تقريبا صار يتصل تقريبا 40 مرة، لأنه إخواني هنالك بعلم النفس مسألة التعويض، لأن أحمد الإمامي ومنتم الموسى ومحفظ الألقاب أروهم الحقيقة، وكان يرفع الكتاب ويريهم الحقيقة. فهو الرجل إذا عنده مشكلة في وجهه ويرى المرآة يكسر المرآة. ليش؟ لأن ما يتقبل الحقيقة. المرآة ما لها ذنب، أحمد الإمام ما لها ذنب، أحمد الإمام مرآة، فقط كشف لهم هو وسيد ميثم الحقيقة. ثم جاءت المرآة الأخرى اللي هو أبو ترقيع. يا أخي لا تقاطع، أنا مو سمعتك وشتمتنا. الآن كلامي ما بيشتم يا أخ ربيع، والله إذا ما يصلح. يعني أنا سكتت، وحتى طلبت من الأخوين أن يسكتا حتى تتم الكلام. الآن دورنا إحنا بالكلام. طيب، جاءت المرآة الأخرى اللي هو فضيلة الشيخ المكرم أبو سلطان. مرآة ولا مرآة العقول؟ اللهم أفرغ علينا صبرا يا أرحم. أفرغ علينا صبرا عليكم يا حج وعد، اللهم أفرغ علينا نحن. يا أخ ربيع، شيخ ربيع، والله هذا مو أسلوب جيد، والله العظيم. أنا تركتك الآن، دوري يا أخي، دوري يا رجل، دوري، والله عيب، والله ما يصح يا أخونا. جاءت المرآة الثانية، مرآة أحمد الإمامي ومرآة أبو سلطان. أبو سلطان اعترف، قال قرأت في البخاري وأحمد الإمامي صادق، ولعنة الله على المغيرة، هكذا قال، لأنه انتفض، وجد من هنا ومن هناك، وجد الحقيقة، وجد الحقيقة. ربيع شو يسوي؟
تعويض، أنا أقول لهم سكتوا، تعويض الشيعة تحريف القرآن، الأمة الفاسدة الشيعة، هذا أمر طبيعي إخوان تقبلوا. ليش؟ أنا أريد من الإمام أن يظهر رواية في البخاري أه أن المغيرة زنى. يلا اسمع اسمع اسمع، لا هو ما قال زنا، قال ليست في البخاري لا في مسلم. لا, لا, لا 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 أبو عاش أنت رجل علم، هو ماذا قال؟ قال أن عمر لما قال أنه كان هذا يعني صاعد عليه ومعرف إيش وكذا ويعني، بس ما رأى العضو الذكري بالمال المرأة، قال إنه أنت ما رأي لا حول ولا صغيرة، خليني أحكي لك. لا تصح، لم يرى الميل بالمكحل، ضعيفة، أقول لا تصح، غير ثابتة، غير ثابتة يا أخوان. يعني أنت تجيب الواحد معاصر وتقعد تحكي بالرواية بالبخاري؟ لا تصح، غير صحيحة، الرواية ضعيفة لا تصح، أسانيدها كلها متهالكة. ولا عشيكم المعاصر ويقول زوجته مو زوجته، ثم إنها يعني أنت لحظة أبو عاش، أبو عاش إنصافا، وأنت من أهل العلم وأبو سلطان أنت من أهل العلم، إنصافا إنصافا إنصافا، لا بس اسمعني أبو عاش، شيخ النووي النووي إنصافا إنصافا، وأنا أدري بيك شجاع، هل من العلمي أن ترد على أحمد الإمامي برجل معاصر يقول لك إجا الهوى ووخر الباب، والهوى الهاب ويلعب لعب، الهوى الهاب يلعب ووخر وشا، بالله عليك يعني أنتم ما عندكم بس الهوى؟ يعني أنت الآن رد يعني الآن رد الرواية طلعت علينا الهوى، معقولة؟ أنا أرد نعم، لأن الرواية غير صحيحة أصلا، أسانيدها متهالكة. شو الألباني يقول إسناده صحيح في إرواء الغليل، الألباني حجي هو ما قال أنت، هو أقر صحيحة، قال زوجته، هو أقر صحيحة. المغيرة بن شعبة صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان، اسمع ماذا قال الله عن أهل بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين، ثم قال فعلم ما في قلوبهم، الله علم ما في قلب المغيرة. يا بس احنا شعلنا من العالم عمي، علم ما في قلوب، شون علم هي زوجته؟ أدري هو عن المغيرة بن شعبة الذي بايع أهل بيعة الرضوان، أدري بيعة الرضوان في قلبه. أيضا أنت تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما لعنت المغيرة بن شعبة، أنت كذبت رسول الله عندما قال عليه الصلاة والسلام أنتم خير أهل الأرض. إيه؟ في أهل الذين بايعوا أبو سلطان، ليش تكذب تكذب يا أبو سلطان؟ هاي رواية البخاري حجي، باب شهادة القاذب والسارق والزاني. اصبر اصبر يا أخي، اتفضل سيد. قال لك ما موجوده بالبخاري، غير تنتظر تعطيه صدمه كهربائيه شويه، مو هو بعد قال ما موجوده يا سيدنا، غير ان نعطيه هاي الصدمه، هي صدمه 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 بيها. ردنا على ما مال هاي الهوى الهاب وكشفنا فتح الباب، فتح الباب. طيب ابو كريم، الروايه كما قال ابو كريم الشيء يقول ما موجوده في البخاري، وصدق احمد الامامي الروايه موجوده في البخاري وشرحها ابن حجر مثل ما تفضل الأخير. لا 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 لا، ما يصير، لازم تقراها، اقراها حج، اقراها واشد الاسماء اسمع الان، شوف الكتاب هذا صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري امامكم، سني إيه؟ يا سيد سني 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 سني، هذا سني، هذا 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 الباب ذكره ابو كريم، هذا صحيح. عند المغيرة زنا، اي هسه اصبر 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 اخواني، هذا البخاري يذكر على الشهاده، شيخنا النووي البخاري لا تصح، يعني القصه صحيحه، يعني هنالك شهاده والقصه صحيحه، لا تصيح لا تصيح، لا 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 الشهاده لا تصيح لا تصيح. ابو عاش ابو عاش خلي يقرا خلي يقرا ابو عاش، الشهاده فعلا الشهاده موجوده ابو عاش، شاهد ابو عاش تذكرت انا ابن الحارث، غير يسكت النووي، النووي اسكت يا النووي، ابو عائشه على الخبير سقط، والله العظيم على الخبير سقط. شوف اخوان، هذا صحيح البخاري، باب شهاده القاذف والسارق والزاني، وقول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا، طيب الا الذين تابوا وجلد عمر ابا بكر صحابي، ابا بكر صحابي اخواني،
وشبل بن معبد ونافع. معبد اعطينا مجال، مين جلده؟ جلدهم عمر، عمر جلد الصحابي الرض. اي 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 جلده، اي جلد ابو بكر الصحابي. رض يجلد رض، رض يجلد رض، لان رض شاهد رض يزني برض. هم اقول لك يزني برض وامرأة رض، هكذا يجرد. ام جميل بنت الافقه من هلاليه، زوجة الصحابي ابو جميل، زنا بها المغيره رضي الله عنه الصحابي الجليل، والسلام عليكم. ها لا يعني ابو بكر اما ان يكون كاذبا. اسمعوا اسمعوا، يقول وجلد عمر ابا بكره وشبل ابن معبد ونافعا بقذف المغيره، ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته، واجازه عبد الله بن عتبه وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن ابو جبير وطاووس ومجاهد وشعبي وعكرمه و و و الى اخره. طيب اخواني، المصيبه الصحابي ابو بكر مات وكتب في عهده اني لا اتوب مما شهدت به على المغيره، ما اتوب، رايت المغيره راقب فوق ام جميل، ما اتوب من هذا. صحابي يكذب انت؟ انا شوف شوف حجي، شوف السؤال، شوف السؤال الكاسر الظهر امامك. ام جميل من ام جميل؟ ام جميل، ام جميل، ام جميل حجينا، ام جميل بنت الافقم الهلاليه، زوجة الصحابي ابو جميل، رجلها صحابي. يعني هاي هم رضرض، رضرض زنا برضرض وامرأة رضرض وشهد عليه رضرض، مشكله. زين اللقطه الحلوه الان هذا الصحابي رضي الله عنه لا يكذب. طيب اما ان يكون المغيره زاني او الصحابي كذاب، انت اختار، في الحالتين يسقط دينك، عداله الصحابه تروح بخ، كل شيء ما يبقى منه. طيب لحظه اصبر، لا جميل ولا غير جميل، اصبر. الان اخواني ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري، تعال يا ابن حجر اشرح لنا شنو اللي صار وما هي القصه. طيب هذا ابن حجر في فتح الباري امامكم، هذا ويصحح الاسناد ابن حجر. شوف اخواني يقول اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، يقول فاشهد اخبرني المغيره عن المغيره، يقول ونافعا ابا بكر وشبل ومعبد ونافعا بقذف المغيره، ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته، وصله الشافعي في الام، قال سمعت الزهري يقول زعم اهل العراق ان شهاده المحدود لا تجوز، فاخبرني فلان ان عمر بن الخطاب قال لي ابي بكر تب واقبل شهادتك. قال سفيان سمي او سمى الزهري الذي اخبره فاحفظته ثم نسيته، فقال لي قيس هو ابن مسيب ورواه ابن جرير من وجه الاخر فسماه، ثم يقول ورواه الى ان يقول ولفظه الان ان عمر بن الخطاب ضرب ابا بكرة وشبل ابن معبد ونافع ابن الحارث ابن كلده الحد، وقال لهم من اكذب نفسه قبلت شهادته وشهادته فيما يستقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته. فأكذب شبل نفسه ونافعا وأبى أبو بكرة أن يفعل. أماكو شفت ما بها كل مجال، رأيته. قال الزهري وهو والله سنة فاحفظوه، ورواه سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب إن عمر حيث شهد أبو بكرة ونافع وشبل على المغيرة وشهد زياد على خلاف شهادتهم فجلدهم عمر واستتابهم وقال من رجع منكم عن شهادته قبلت شهادته، فأبى أبو بكر أن يرجع. يقول أخرجه عمر بن شبة في أخبار البصر من هذا الوجه، وساق قصة المغيرة هذه من طرق كثيرة محصلها إن المغيرة شبيه المغيرة أخوان شو مسوي، كان أميرا البصرة، طرق كثيرة لعمر. فاتهمه أبو بكر وهو نفيع الثقفي الصحابي رضرض المشهور، وكان أبو بكر ونافع بن الحارث بن كلدة الثقفي وهو معدود في الصحابة، وشبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة بن معبد بن عتبة بن الحارث البجلي وهو معدود في المخضرمين، وزياد بن عبيد الذي كان بعد ذلك يقال له زياد بن أبي سفيان أخو معاوية من الخلاط أخوه من الخلاط. طيب أخوه من أمهم سمية مولاة الحارث بن كلدة، وكاي صحابة يا طرقاعة سودة، والله مصيبة.
طيب اجتمعوا جميعا فرأوا المغيرة متبطن المرأة ما شاء الله. شو يسوي؟ قال قيس لها الضغط. يجوز جت يعني حجين احنا ايش الدهن منها؟ يجوز جت قيس الضغط يفحص لا يشوف الدهن خاف من قيس يقيس الدهن. طيب وكان يقال لها الرقاء أم جميل بنت عمرو بن الأفقم الهلالية وزوجها الحجاج بن عتيك بن الحارث بن عوف الجشمي. طبعا صحابي هذا اخواني صحابي مسير على مرات صحابي هي القصة. طيب فرحلوا إلى عمر فشكوه فعزله وولى أبو موسى الأشعري وأحضر المغيرة فشهد عليه الثلاثة بالزنا. وأما زياد ثلاثة واحد منهم خطر ماح الصحابي والآخر شهدوا عليه بالزنا فلم يثبت الشهادة وقال رأيت منظرا قبيحا وما أدري أخالطها أم لا. طبعا بشهادة زياد يقول رأيتهم تحت اللحاف وسمعت نفسا وحفزا شديدا نفسا عاليا وحفزا شديدا واثنينهم جوا اللحاف. طيب فأمر عمر بجلد الشهادة بجلد الثلاثة حد القذف. ثم يقول وأخرج الطبراني في ترجمة شبل من معهد والبيهقي من رواية أبي عثمان النهدي إنه شاهد ذلك عند عمر وإسناده صحيح. وإسناده شبي صحيح. طيب الآن أنا أريد أروح الواحد طيب لا الطيخة اللي يرد عليك لا قبل لا يرد حجي بس تكمل أرجوك يعني هاي طلعت الرقطة مو مرته إيه لا مو مرته مو جميل الرقطة أم جميل. أريد أروح على واحد إخواني على واحد وهو هذا مين هذا الشنقيطي مين سواها زوجته كذاب لأن هو المغيرة قال زوجتي مشوها عليه زوجته هو قال زوجتي اللي يكذبهم. طيب حجينا القرطبي في أحكام القرآن طيب بس أرجوكم أخواني الأعزاء الكلام حساس شوية بي يعني شوية ثقيل يقول وشهد نافع بمثل شهادة أبي بكرة ولم يشهد زياد بمثل شهادته ولكنه قال ماذا قال زياد أخوان رأيته جالسا بين رجلي امرأة يسوي فرأيت قدمين مخضوبتين تخفقان ما أدري هسه شلون أكمل الباقي والله ما أدري هي بعد ناقل الكفر ليس الكافر فرأيت قدمين مخضوبتين تخفقان خوش وأستين مكشوفين ما شاء الله لا 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 لا, 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 لا. يا سيدنا الله يخليك لا يعني سيدنا. هو هذا المكان شو يسوي يعني يسوي لا لا, لا لا أرجوك سيدنا على العملية خلاص سيدنا خلاص تفضل أبو عائشة سيدنا شنو هالكلام حجي السلام عليكم حاجة قبل ما تنسى أبو عائشة من أول أبو عائشة عليه من الفشة في الإسلام كان يبدل ماشي أول ماشي في الإسلام هو المغيرة ابن الشعبة الله أكبر الله أكبر والله فساد إداري لك هذا شنو المغيرة كان ليش تدل السلام عليكم البلابري البلابري أنا رواية أول قبيس أبي جابر قبيس أبي جابر يقول قال المغيرة هو يقول عن نفسه أنا أول من رشى في الإسلام أحسنت كيف رشى في الإسلام يا حاج وعبد أنا أقول لك أحسنت كيف فرصة عن سيدنا عمر رضي الله عنه أستاذ وعد سؤال بس دور أبو عائشة يا دكتور تفضل دكتور دور يا حج دوري ما حي الله أبو عائشة أخذ وقتي بس الذهبي سيد لا أخذت البرنامج كله سيد طينا مجال مخالف يا فرصة الذهبي يقول عن المغيرة شوف ماذا يقول عنه بدو إله للسيد بدو إله تلميذ ابن تيمية يقول قال المغيرة تزوجت 70 امرأة وقال مالك كان المغيرة بن شعبة نكاحا للنساء ويقول صاحب المرأة إن مرضت مرض وإن حاضت حاض وصاحب المرأتين بين نارين تشتعلان وكان ينكح 4 ثم يطلقهن جميعا والله صدق أبو سلطان والله العظيم أبو سلطان ذكرها وتبين المرض أنا مليش أقول لكم أبو سلطان من أهل العلم
بس انتم للاسف ابو سلطان هاي ذكر هذا ما شاء الله من اهل العلم. هل عاش يا حجينا هل هذه زوجته من وين جابها؟ يطلق نسوانه يقول الذهبي الاداره بعاش الاداره بعاش. تفضل ابو يوسف لك دقيقه. ابو يوسف شنو قضيتك ابو يوسف؟ تفضل. حج السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حيا الله جناب الحجي والسيد ميثم والشيخ احمد وجميع الخلفاء. طبعا مشتاق لكم جميعا. ماذا في شعبتك عن المغيره من شعبه؟ الله يحفظك سيدنا. طبعا انا عندي بس تعليق واحد. سمعت ربيع يتكلم ويسب الشيعة ويقول انتم ادنس امه والى اخره، وحز في قلبي هذا، لان أنا تقريباً متغيب منذ 48 يوم منذ أن بدأ العدوان على غزة في فلسطين. وأقول لربيع شيء واحد، أقول يا ربيع بعد هاي 48 يوم الحثالة اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندكم للصحابي كيف بك إذا بقيت في حثالة في هذا، أنقص أمة. وعذروني المشاهدين المستمعين وحجينا يكرم الموجود، أخرى أمة هذه الأمة اللي 48 يوم ما تستطيع أن تدخل قزازة ماء إلى أهل غزة وإلى أطفال غزة. هذه هي أنقص أمة وأدنس أمة. بس أنا الشيعة هم أقرب ناس لك الشيعة بنوم لبنان. أنتم كلكم أنتم المسلمين المصريين والسعوديين. ماذا قدمت في غزة؟ والمملكة العربية السعودية هي التي سعت الهدنة والصلح، والمملكة العربية السعودية هي من أعاد وأغار الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه. والمملكة العربية السعودية أكثر من مليون فلسطيني يعيش بيننا. هل يعيشون عندك؟ يلا نتكلم كلام بس واضح. والله المملكة العربية السعودية لها عيادة أيضا على العراق وعلى فلسطين وعلى اليمن وعلى سوريا وعلى جميع العالم كله. المملكة العربية السعودية سباقة إلى كل خير. أخلص دقيقة. 4000 انتحار جزيت منها. انت والايادي البيضاء مالتك، الايادي الجربان محمد بن سلمان راح يدور تبرعات. محمد بن سلمان تاج راسك يا رجل. محمد بن سلمان غاسل ولي العهد الامين. اسكت. ولي العهد تاج راسك وراس كل الدول. محمد بن سلمان حفظه الله. اسكت. لا يحفظك. لو بيكون خير دخلتهم ولك اطفال فلسطين يا اخرى امه يسوي لهم عمليات ويموتون بدون بنج. يا أخي الشيعة أقرب ناس لك. ليش جاي السعودية؟ ليش تكلم السعودية؟ جنوب لبنان أقرب لك. جنوب لبنان يا حيوان أقرب لك من هذا الدين وهذه الأمة الخرى. هذه الأمة رضى الحجي. تفضل يا أبو عاصم. والله أمة ما فيها خير. ما تدخلها كمية ماء إلى أهل غزة ولا تدخل أبو عاشة الآن قرأ سيد بيثم من صحيح البخاري حول المغيرة بن شعبة، فما هو جوابك عن البخاري؟ أنت قلت ما موجود. تفضل. طيب. وابن حجر وغيره رحمة الله عليه بوب باب في قضية الحد وما الحد، ولم يذكر أن المغيرة ثبت عليه الزنا. أنت رواية البخاري زين. نأتي إلى رواية هؤلاء الشهود الذين شهدوا على المغيرة بن. أنا الآن لا أظن أن مسلم موحد يلعن المغيرة بن شعبة، يعني يكذب الله ورسوله. أبو سلطان المغيرة بن شعبة نعمة الله عليه من الذين بايعوا تحت الشجرة. والله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عن المغيرة بن شعبة. هي واللي قتل عثمان أيضا المرضي عنه. واللي قتل عثمان أيضا بايع تحت الشجرة. فالمغيرة بن شعبة. عائشة اللي بايع عثمان أيضا بايع تحت الشجرة. اللي قتل عثمان.
ام جميل بايعت تحت الشجره لو تحت لا مو هذا اللي قتل عثمان تقول ذولا او باش مو هذا هم بايع تحت الشجره قتلت عثمان او باش وليس بينهم هم بايع تحت الشجره ما بينهم صحابي قتلت عثمان او لا لا فيهم اثنين رضرب دعنة الله عليهم في الأرض وفي السماء أنت لست موحدة أنت كيف تلعن واحد رضى الله عليه قاتل عمار كل ما تكلمت قاطعون دعني بس أكمل ثم أنا باعت تحت الشجرة باعت تحت الشجرة لو تحت المغيرة قال ابن كثير يخبر الله تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان أنتم خير أهل الأرض هذا في البخاري ومسلم قدس الله روحهما قال الحافظ بن حجر هذا صريح في فضل أصحاب الشجرة عن جابر أن عبدا لحاطب جاء رسول الله يشكو حاطب فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار زين قال رسول الله كذبت زين أبو عاش لماذا جلد عمر في البخاري لماذا جلده لأنه ما الشهادة لم تكمل وتعرف أنت في عدة زلة لا أنا بس لحظة أبو عاش والكلام مو بالصياح الآن في صحابي رضي الله عنه ومن الشجرة واللاخ من الشجرة اثنينهم بالشجرة ليش هذا بالشجرة ما أحسن الظن وقال هذا زاني واضطر عمر إلى جلده بس فضل ها؟ أنت تعرف ماذا بماذا بوّل والله دكتور ما سمعك لأن الأصوات الداخل والله ما فهمت أنا سؤالي واضح أثبت أن الجنود كان بالشجرة واضح سؤالك واضح إيه البخاري قدس الله روحه ونور ضريحه وعليه السلام رضي الله عنه ورحمه بوب في صحيحه باب حد السارق والقاذف والزاني أحسنت هذه باب تأخذ منه حكم لا مو أحسنت لحظة اثبت ان اللي جلد كان من اصحاب الشجره اثبت هو المغيره الان ابو عاش قرا قال المغيره وابو المغيره ما ثبت عليه شيء ابو بكر من جلد كان من اصحاب الشجره واذا ثبتت هذا شو تسوي يلا اثبت انت من اصحاب الشجره هدو في الباب انه لم يجلد من لم يثبت عليه لحظة يقول هذا البخاري امامكم على الشاشه هذا البخاري يقول وجلد عمر ابا بكرة صاحب عائشه ولا لا نعم ابو بكرة ممن بايع تحت الشجره ولا لا لا أنا أجاوبك لا أبو بكر نحن أثبت يا وعد أثبت لحظة طلع لك ترجمة أبا بكر أبو بكر أسلم بعد غزوة الطائف بعد غزوة ما لك شغل أنت أسكت خلوا عاد يثبت أسكت أصبر 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 إيش أبو بكرة سواء كان بايع تحت الشجرة فوق الشجرة أسفل الشجرة هو صحابي الآن سؤال أنا أسأل سؤال أبو بكرة لما شهد والشهادة لله أخواني الله يقول ومن أظلم ممن كتم شهادة لله الشهادة لمن لله أبو بكرة اسمع السؤال القاصد الظهر الآن اسمع السؤال الذي يقصد ظهور الوهابية الآن الشهادة لله أبو بكرة هل أبو بكرة كذب على الله
أم صدق على الله؟ أبو بكر كان من بايعهم تحت الشجرة. اترك البيع الآن، أنا أسألكم سؤال، أبو بكر صدق أم كذب؟ أسكت أسكت يا رجل، هذا الصحابي العادل صدق صدق على الله أم كذب على الله؟ الشهادة لله. بايع تحت الشجرة. ها؟ بايع تحت الشجرة. أترك الشجرة الآن، هو صحابي. صدق على الله، أتحدى والله العظيم، والله العظيم أتحدى الجن والإنس، الجن والإنس من الوهابية أن يجيبوا على هذا السؤال. يا وهابية يا سلفية، الصحابي أبو بكر صدق على الله أم كذب على الله؟ لحظة لحظة لا لحظة، أبو عاشة أبو عاشة، أبو بكرة بايع تحت الشجرة أو لا؟ لا لا بيبايع. أحسن. هدوء 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 هدوء، ما بايع. هل هو من الصحابة الأجلاء أو لا؟ من الصحابة نعم. هل رضي الله عنهم أو لا؟ بايع. هدوء هدوء، لا لا ما بايع تحت الشجرة. أنا من الآن ما ثبت عندي إنه بايع تحت الشجرة. لا لا لم يبايع، لم يبايع تحت الشجرة. لحظة لحظة لحظة، وقف وقف، اسمح لي اسمح لي اسمح لي دكتور، اسمح لي. الآن أبو بكرة لم يبايع تحت الشجرة، هل هو ممن رضي الله عنه أو لا؟ رضي الله له مو رضي الله. أنت النقاش بيني وبينك، لا لحظة يا أخوان، النقاش أبو عائشة بيني وبينك مو كان حول كلمة رضي 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 وتفضلت؟ نعم أبو بكرة رضي رضي. نعم أحسنت رضي. الآن السؤال، كيف رضي 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 الله عنه وعمر رضي الله عنه عندكم ويجلده لأنه كذب على صحابي؟ لحظة يا دكتور لحظة، أنت ضيعت الموضوع، قل أنا غلطان وخلاص. بيش غلطان؟ بيش؟ أنت قول بايع تحت الشجرة. لا لا ما بايع ما بايع ما بايع تحت الشجرة. أنا غلطان. أي أنا غلطان إذا قلت بايع تحت الشجرة أبو بكرة فأنا غلطان. شو يعني؟ يعني إنسان يغلط إذا قلت بايعت فأنا غلطان. لكن السؤال يبقى، أي أخونا أخونا دكتور دكتور، أنا مو من النوع، اسمع، أنا مو من النوع المتعصبين أزاء المعلومة، فأنا إذا وهمت أن أبا بكرة بايع تحت الشجرة فأعترف أنني أخطأت، ما عندي أي بس. ولكن يبقى السؤال، يبقى السؤال أن أبا بكرة ممن رضي الله عنه كما ذكر الآن كل الذين ترجموا له، ممن رضي الله عنه وهو ما بايع تحت الشجرة. أحسنت. إذن الله اللي رضي الله عنه فقط اللي تحت الشجرة، تقبل أبو عاشة؟ يعني أنت أنت الغلط اللي أنت سويته الآن ما في مشكلة، وحنا نحترمك أنك أخطأت. لكن هو اوكي صحابي، سواء كان صحابي يخطئ ويصيب وانتهينا. يعني ما احسنت يا دكتور، يعني ما كنت اقول، يعني نقول رضي الله عنه ولا لا؟ الشجرة ما يخطئ ويصيب الا بايعته. ايوه رضي الله يخطئ ويصيب طبعا يا ما لا. أبو عائشة بس سؤال، أبو عائشة بس وقف وقف، خلينا نحرر هاي لحظة لحظة. عباس عباس خلينا نوصل الى نقطة. لحظة أخونا دكتور دكتور، أنت وأبو عائشة فقط رضي الله عن الذين بايعوا تحت الشجرة ولا بعد الشجرة أيضا رضي الله عنهم؟ لا في ناس كلهم. إذن شنو إشكالكم علي؟ لحظة، شنو إشكالكم علي وعلى سؤالي وسؤال إشكالنا عليك عن الصحابي المعصوم؟ لحظة يا أخونا، لحظة، كان عليك أنه غير معصوم، قد يصيب قد يصيب وقد يخطئ. أحسنت. الآن الآن هو عندما اسمع، الآن عندما أبو بكرة قال أن المغيرة زنى، قال أن المغيرة، هل هذا إفك مبين واتهم رجل محسن مع امرأة بالزنا ولا لا؟ أبو بكرة لما طيب يعني لما قدم الاتهام كان رضي الله عنه ولا لا؟ طبعا رضي الله عنه، عندكم رضي الله عنه. ابو عائشة دليلك الان، ابو عائشة قال رضي الله عنه، انت تقول رضي الله عن الصحابة اجمعين. ما في رضي الله عنه الا تحت الشجرة. عشان ابو عائشة قال، جاب ابو عائشة اللي رضي الله عنهم فقط تحت الشجرة، تقبل؟ لا حول
لا لا قال النووي رحمه الله عليه. هذا الدكتور ما كتبات او شيء من هذا القبيل، اشو يخيط ويخربط هذا الدكتور. الامام النووي قال ابو بكر الصحابي رضي الله عنه، اسمه نفيع بن الحارث بن كلب. احسن السني شيله الدكتور من السني. شوفوا شوفوا اخواني، الدكتور الفاضل يقول رضي الله عنهم فقط اللي تحت الشجرة، والآن النووي قرأ من النووي رضي الله عنهم. يعني أنا بالنسبة لي كمثقف والله حرد على قولة الأخ عباس، ما أعرف السني منه السلفي منه الصح منه، شو هذا وهذا الدين هذا؟ طيب شوف يا أستاذ وعد، أنا أحترم فيك أنك دائما تحق الحق. أنت قبل شوي غلط، قل قدام الناس أنا غلط. أنا غلط. تلح أدري أوقف أوقف تيش تلح يعني تيش تلح أنا غلط غلط يلا لا أنا لا غلط لا 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 النبي عندك النبي عندك القرآن ما يعرفه أنت ليش تتلح كل شوية وكأنما أنت لازم تذيب من دينك. لا تكرر هذا الموضوع لا تكرر. دكتور بايع ما بايع دينك ما عندنا بها مشكلة. دكتور 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 أنا إذا قلت عن أبي بكرة بس خل أخدمك، إذا قلت عن أبي بكرة أنه بايع تحت الشجرة طبعا بالمناسبة بس خل أخدمك خل أخدمك بس خل أخدمك لأن المهم لا لحظة أخونا موسى على جبينك واسكت خلاص أنت غلط. اسمع أنا عندما قلت أن أبا بكرة ممن بايع تحت الشجرة لأن دائما أتكلم من حفظي وأنا وهمت في حديث أنه نفع ما نفع عفوا لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة الذي في البخاري عندما كان أبو بكرة خل خدمك يا أخي بوسة على جبينك وجس على جنب بوسة على جبينك لا تخليه يكمل بسمع قول الإمام يبغى الإمام لحظة يا دكتور دكتور أولا دكتور أنا عندما أقول أنني قلت عن أبي بكرة أنه من أهل الشجرة واعتمدت على حفظي وأخطأت هل تزيدني رفعة لماذا؟ لأن عندما أكتشف الحق لا حول ولا عندما أكتشف الحق أسكت خلي الحاج يتكلم عندما أكتشف الحق لا أكابر أسكت أنت أسكت أنت لا حول ولا قوة إلا يا دكتور ثم ماذا لو كان ممن بايع تحت الشجرة أو لم يكن ثم ماذا وش فرقه اسكت والله هذه الأمة بل للأسف البثوث الآن شوفوا البثوث الآن الناس ما تريد الحق أنتم اكتشفتوا أنكم فيه غلط إيه شنو الغلط ثلاثة أربعة معك اوكي يسكتونا ثلاثة أربعة إيه؟ انا اللي قايل لك ما بايع تحت الشجرة وانت ما كنت عارف انا اللي قايل لك اسكت انت يا وقح اتعلم الادب يا دكتور يا تور اسكت يا خنزير اسكت سني مثلك هذا سني خنزير الذين بايعوا تحت الشجرة في حنين هربوا لم يبقى منهم احد اسكافل يا وقت كلهم في غزوة حنين اهل الشجرة كلهم هربوا ما بقي مع النبي صلى الله عليه واله سجلوها بس لحظة سيدنا سجلوها واحد بجرة والله قطعها سيد لحظة سني سجلوها الغلطة الكبرى لوعد اللامي والمطب الأعظم لوعد اللامي أنه قال عن أبي بكرة من حفظي أنه بايع تحت الشجرة وطلع هو رضي الله عنه لكن مو من أصحاب الشجرة يا ويلاه من هذه الغلطة الكبيرة يا ويلاه من هذا الجرم العظيم عجب عبد الرحمن سني هو هذا شلون يغلط على السني مثله انا استغرب لهذا الدكتور شلون تغلط على ابو عبد الرحمن اسمع 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 ماذا يقول ابن النجار الحنبلي في هذه القضيه الله عليك وهذا ليس قوله فقط ليس قول ابن النجار الحنبلي يقول وللحاكم ان يعرض لهم اي للشهود بالتوقف عنها عن الشهاده عن الشهاده اسمع شويه ضرب المقت الان اي عن الشهاده في الاصل كتعريضه لمقر
بحد ليرجع عن إقراره، لأن عمر هو يقول رضي الله عنه لما شهد عنده الثلاثة على المغيرة بالزنا وجاء زياد يشهد عرض له بالرجوع وقال له ما عندك يا سلح العقاب وصاح به. يعني ليش ما شهد زياد؟ لأنه يعني بوت على جبين وصاح به، خوفه عمر، خوفه يعني المغيرة زاني 100% ما تقول غلط، المغيرة زنى بأم جميل بنت الأيتام زوجة الصحابي أبو جميل رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. والله سيدنا لحظة أخواني سووا دكتور، خليه يتأدب ولا نزله؟ نعم لا يقاطعنا كل شوية، نعم خلينا نفتهم. سو لا يا دكتور، سو ميوت ابو شو اسمه، اريد اشوف وين الخلل. سو ميوت ابو عبد الرحمن، شو سو ميوت؟ لا مو عد ابو منو هذا؟ عنده واحد عنده ضوضاء. اي هذا انا سكر. لا مش انت، مش كان عم اخواني. أنا اللي أرجو، شوفوا إخواني، أرجوكم إخواني، هذه القناة بنيناها على حسن الظن. يا إخواني سووا ميوت أرجوكم، كل الإخوان سووا ميوت، بنيناها على حسن الظن. أبو عبد الرحمن هو بدأ بالتجارة دكتور، أبو عبد الرحمن لا خطينا مجال. لا أبو عبد الرحمن ما تجاوز تجاوز، قال لأمك دكتور اللي بيتجاوز يعني. لا بيقاطع والحاج وعد محترم، والله أنا واستغل طيبة الحاج وعد وساري. لا أبو عاشة ما يصير الظلم، هو ما تجاوز أبو عبد الرحمن. المهم إخواني أرجوكم رجاء أخوي، هذه القناة قناة علمية، يعني اللي يغلط مثلي أنا الآن ينتفع من الآخرين، أنا غلطان انتفع من الآخرين، اللي يغلط بكلمة، أنا ما أقول إحنا ملائكة، أنا أغلط وأحمد الإمام يغلط وأبو عائشة يغلط، لكن المفروض ننهي البث ونحن أخوة. يعني أنا ما أسمح الآن للأخ الدكتور مثلا يغلط على الأخ أبو عبد الرحمن، هو سني بالمناسبة، أبو عبد الرحمن سني، لكن العملية وين؟ العملية هي النقاش في أن الله رضي عنه. هو فضيلة الدكتور يقول الله رضي فقط عن أصحاب الشجرة، وهذا ما قال به عالم من علماء السنة حسب علمي، وموجود أبو عائشة ممكن أن يؤيد كلامي أو يرفض. لا أنا ما قلت كذا. هل رضي الله عنه؟ ليش ما قلتيش؟ يا أخي لحظة، لو تكرمتوا. تفضل. أيوة. إن مشكلتنا وين أصلاً؟ الأساس فين المشكلة؟ دولة من الأمة الوسط له، لا هذا الأساس. لا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل قبل شيء احنا كنا نتكلم موضوع وحصل انه الحج واعد كان عنده رأي وكان فيه خطأ، وقلنا لا ما في مشكلة. طيب اكتشفنا انه فيه خطأ، يعني معناته الحج واعد يعني ما ينفع بأي شيء؟ لا، المسلم العالم ممكن يخطئ شيء ويسوي كذا، فهم؟ فلما يخطئ عادي يعني. هل رضي الله عنه ولا لا أبو بكرة؟ أنت تكلم عن إيش؟ عن أبي بكرة. أبو بكرة طبعا رضي الله عنه طبعا. أحسن، إذن الآن سواء عن الشجرة أو بعد الشجرة هو الله رضي عنه. الآن السؤال يبقى، السؤال اللي سأل أحمد الإمامي والسيد ميثم، اللي هو السؤال. لا الإمامي قبل شوي كان معنا نقاش ثاني. لا بس لحظة، لا سألوا السؤال الآتي، قالوا هذا اللي رضي الله عنه وعمر جلده، شلون يتهم إنسان آخر بزنا بإحصان بمسألة كبيرة مع امرأة، والامرأة صحابية ولا لا سيدنا؟ الامرأة الثانية أبو باقر، الامرأة اللي اتهموها هنا، هنالك من ذهب، لكن المصدر الآن أحتاج المصدر، أم جميل بنت الأفخم الهلالية
هنالك انا حسب ذاكرته طبعا لا احد اتخطى هنالك من قال بصحبتها، ولكن زوجها صحابي 100%. يعني امراه متزوجه والمغيره ايضا متزوج. صحابيه المراه ليست صحابيه، ليست صحابيه لكن تابعين. لكن زوجة صحابي. زوجة صحابي. تابعيه. الان جاوبني يا دكتور، كيف انسان يتهم صحابي بالزنا مع امراه تابعيه وزوجها صحابي؟ تفضل. الله اكبر الله اكبر. طيب وساكم سؤال، في مجتمع النبي لما كان موجودين هل الكل لازم يكونون يعني 100% صح؟ المفروض. نعم يا دكتور علي، والله الحياة عيونك 4 سنين الرامك ودور، ماكو كبسة ماكو كبسة بالأخير، هاخير قاعد أكل كبسة وانتظم بابن تيمية يقول وقعت الكبسة. شي يقول؟ والله والله يا أبو سلطان ما فهمتك، عيد. أقول لك 4 سنين أغامط من برنامج البرنامج أفازع وأقول ماكو كبسة ماكو كبسة، بالأخير انصدم ابن تيمية في منهاج السنة يقول بل ثبت إن الكبسة وقعت أن عمر كبس على بيت الإمام علي، وهنا الصدمة الكبرى. ظلت 3 أيام نايم بالفراش لأن الحقيقة اكتشف الحقيقة. أنا بريح أنا بريح. هذا غير صحيح. ابن تيمية ما يقول كبس أبدا. ابن تيمية ما يقول كبس. يقول وغاية ما يقال عن سبب الكبسة. ابن تيمية مثل ما يثبت هذا الشيء، يقول وغاية يثبت عندك وبعدين هم تقعد تتمرض 3 أيام بالفراش. بس لحظة أبو شيخنا شيخنا خلي أرجع خلي يجاوب الدكتور. لحظة دكتور أعيد سؤالي. اسمع خلي أتكلم وأنت أفهم. لا أعيد سؤالي والتجاوب سؤالي الآن. ليش رضي الله عنه اتهم رضي الله عنه الثاني بامرأة زوجة رضي الله عنه الثالث وكلهم رضي الله عنه يتهمها بالزنا بإحصان؟ تفضل. ممتاز ممتاز. طيب انتوا عندكم مشكلة وهي في فهم الدين وفهم المجتمع. عمر رضي الله عنه لما مسك الخلافة كان يحكم الناس، فليس كل الناس صحابة وليس كل الناس كذا، فكان الحكم عبد الرحمن ابن ملجم رضي الله عنه. الله يخرب ديارك يا ابو عائشة. مين هذا؟ مين؟ كمل كمل اخونا. هذا ابو سلطان تفضل. ما ادري سمعت ما ادري. كمل. عمر حكم حكم ايه وبعدين حكم بمجتمع مدني. زين زي ما كان الرسول يحكم بمجتمع مدني. زين فمن طبقت عليه الحد طبق عليه الحد يحكم بما فيه. وين الجواب؟ السؤال أن تقول ليش عمر طبق الحد؟ لا 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 مو هذا سؤالي. هو هذا انجليزي تحكي له فرنسي لو اوردي. انا اسمع دكتور، انا رضي الله عني، الله رضي الله عني وانا صحابي، شلون اتهم صحابي اخر وزوجه وهذا؟ انت بحكم من شنو انت بحكم؟ يعني تحت حكم من؟ بحكم مين؟ عمر. بحكم مين؟ بحكم عمر. ايه بحكم عمر. ايه بحكم عمر. ده انجليزي ده. عمر يطبق عليك اللي يبغى. لا انا مو شلون اخونا انا ضميري ديني
أنا الآن أقدر أقول الدكتور والعياذ بالله زاني؟ ما أقدر. لا ما تقدر. أحسن. شلون هذا أبو بكرة قدر يقول المغيرة زاني؟ أنا من أتكلم أبو بكرة؟ أنت تعطيني حكم عام. لا هذا أنا صار لي ساعة على شو ذا أتكلم؟ انا قاعد اتصل ساعتين بالطريق دكتور انت مضيع انت الظاهر مضيع الطريق هذا يحتاج عيد علي حج عيد السؤال رحمه الوالد يا بشعيد حتى صوت البعض الله حلوه وصبرك وحلمك لازم إيران هي السبب حجي والله العظيم انت مصيبة مجتمع مدني شيخ شو اسمه الشيخ ولاية علي عليه السلام شو اسمه الشيخ نسيته والله شيخنا تفضل تكلم صار لي ساعة احكي وعرك وغلطان واعتذر وما اعرف ايش لا انا على شنو اعتذرت لا على شنو هذا وغلط ويا ابو عبد الرحمن كل هذا يقول انا ما اتكلم عن ابي بكر لا انا على شنو الهوسه صارت تفضل شيخ واحد غلط ينسى شيء واحد مضيع الموضوع شيء ثاني هذا شنو هاي غلط يا شيخ يعني احسنت يعني انا غلطت هو مضيع كل الموضوع تفضل يا ايران هي السبب حجي شيخ الجياشي مولاي حجي شيخ الجياشي شيخ الجياش طيب شيخ الجياش شيخ الجياش كان عايف طيب انا اعطي دور لابي عائشه ولا تقاطعوا تفضل ابو عائشه جاوب على هذا سؤالي اللي عاد بس قبل ابو عائشه كيف تتلمع على عبد الرحمن بن ملجه ماذا توضيت انا ما يترضى ما يترضى المقطع موجود المقطع موجود اظهره يلا اظهره اظهره يلا هو يلعب من سالك هذا متعود اظهره يلا اظهره ولا انت كذاب عندي اظهره ولا انت كذاب عندي يلا حاجوات يعني العالم الملجم انا اعتقد ابو عائشة انت ما قلت عبد الرحمن بن مرجح متعلم اجتهد فاخطا وهو حافظ القران وسنت عندي طيب العنه بالملجم ابو عائشة العنه وينتهي الامر العنه يا ابو هو جاي قول لا على الله قول لا على الله عبد الرحمن بن مرجح العنه بالملجم ابو عائشة الذي اقوله وما تتمري والله العظيم لما علي سأل مرة حاج وعد قال لي عبد الرحمن بن مش قال حافظ القرآن يجي سهدا لا سؤال نقطع به هذا النزاع بس اختلف معاه في بعض النقاط لانه قاعد يخلي الناس تشيع قاعد يحكي كلام كبير هذا الكلام ياثر على المذهب السني انت بس عندي كذاب الان يلا اظهرك متشيعين ثلاثه الحاج واحد كل ما يجي واحد يقول والله تشيع بسبب ابو عائشه والله مش ما يصير هذا الكلام ياثر علينا يا اخي لا تتمدح في كلام اكبر منك ابو عائشة يلا. خليك معتدل اظهر التسجيل انت عندك كذاب اظهر التسجيل انت عندك كذاب تفضل ابو عائشة جاوب على السؤال ابو عائشة هل الكذاب هذا يظهر يقول لك العنى بالمنجم مو فهمها يقول لك العنى بالمنجم ابو عائشة انا ولا هو عندي كذاب ابو عائشة هل انت تلعن ابو عائشة هل انت تبرأ الى الله من عبد الرحمن بن ملجم ومتى كان ابو عائشه لعانا لا هل تبر احمد بن حنبل عن يزيد قال متى كان ابوك لعانا هل لعنت قتلت عثمان ذاك اليوم قبل شوي لعنهم شنو قبل شوي قال لعنهم الله نعم ما يعني ميلعن هو قتلت عثمان الرجال ميلعن مو ابو عائشه
لعنة الله، نعم قد لعنة الله على قد حذفت، نعم لعنة الله. هل سوت هو قلت انت ملعان، انت ليش عندك وجهين؟ متى كان ابو عايش لعانا؟ هل سوت ابو عايش؟ ابو عايش ابو عايش اخونا الان عبد الرحمن بن منجم، هل تبرأ إلى الله منه وما فعل؟ كان نحن الآن في موضوع أبو بكر، دخلت إذا عندك موضوع جبنا الموضوع من الملجم وحنا نتكلم فيه. أحسنت أحسنت، خلاص اترك الآن، روح على أبو بكر وسأظهر لك من هو. السؤال، السؤال مال أبو بكر عندي، سؤال أبو بكر عندي، سؤال شيخ أبو عائشة، سؤال في أبو بكر كما طلبت أنت، على طلبك، على طلبك، على طلبك. والله الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يقول وأقيموا الشهادة لله، وأقيموا الشهادة لمن إخواني لله. أبو بكر حينما شهد لله ها كذب على الله أم صدق حينما قال المغيرة زاني؟ المغيرة المغيرة بن شعب ما ثبت أنه زنى، هذا أولا. يا رجل أنا ما سألتك ثبت أو ما ثبت، سألتك عن أبو بكر. شوف الهروب اخواني، ابو بكر، ابو بكر اسمع اسمع يا سيد، سيد انت تسيله وتقاطعه، مو ما يصير حجي هرب، حتى لو يقول هو الى حريه الهروب والبقاء. انا ما سالته هل زن المغيره ام لا، سالت عن ابو بكر. ابو بكر حينما شهد لله كذب على الله. سيدنا السؤال، السؤال سهل. انت ابو بكر لما شهدت لها شهدت لها انه خليفه؟ اي سؤال سهل، لكن لما يدي يجاوب لازم يقعد. هو يقول لك هو 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 انت انقل السؤال من عندي، انت انقل السؤال لابو عائشه. اسكت اخونا، ارجوك اخونا العزيز انت اسكت. لا ابو بكر الدكتور، انت ابو بكر الخليفه جابنا احنا نحكي في حجينا ابو مصطفى، انت نيابه عني انقل السؤال للاخوه السلفيه بس لا يخرجون عن الموضوع. الله تبارك وتعالى يقول واقيموا الشهاده لله. ابو بكر شوف المقاطعه، شوف المقاطعه، شوف الظلم. اسكت يا اخي، يا اخي اسكت، اسكت اسكت اسكت، لا خليني اكتم صوتك ارجوك، اسكت اخونا. القران يقول واقيموا الشهاده لله. ابو بكر حينما شهد لله اقام الشهاده لله وقال ان المغيره ابن شعبه زنى بام جميل امام عمر، هل صدق على الله ام كذب على الله؟ حجينا انقل هذا السؤال واريد الجواب. تفضل ابو اجيبك يا حاج وعد، تفضل. طيب اولا نقول أن المغيرة بن شعبة لم يثبت عليه الزنا ولم يحده عمر رضي الله عنه، هذا أولا. أبو بكر لما شهد إيش كان وظيفته؟ هذا الدكتور قاطعك، ترى ما حد قاطعك. الدكتور يسألك يا حاج وعد، يسألك الدكتور، جاوب عليه. أدري يسألني ومنتدى يعني عيب أتركك، أدري. هل من الأدب؟ لا لا لا، لما قال ولا يا دكتورنا يا حبيبنا يا تاج راسنا، مو من الأدب أنه دا استمع إلى فضيلة الشيخ النووي الوهابي أبو عائشة، لما تسألني أجاوبك معناه كنسل أبو عائشة، وأبو عائشة ما يتكنسل. أبو عائشة كليك أبو عائشة موافق أني أجاوب. الله وكيلك ريحته بالجواب. ما سيد ميسم وين وجواب أبو عائشة؟ الأدب عدم المقاطعة. أبو عاشة عوف، أنا سامح له، سامح الدكتور، سامح له. ليش؟ لأنه من ديرتك يعني. طيب جاوب على سؤال السيد ميثم، هل شهادة أبي بكر؟ سؤالي يا أخوان وين راح سؤالي يا بشر؟ عوف سؤالك، لا بعوف مودد للدكتور. يلا دكتور شنو سؤالك؟ تفضل. أبو بكر لما كان يتكلم كان خليفة ولا لا؟ مو أبو بكر، أبو بكرة. هاش فيه؟ هذا وين هذا؟ هذا دكتور والله ما أدري. هذا شو هذا؟ أبو بكر غير أبو بكر. هذا أبو. هذا شارب شيء وجه. أنت مو قبل شوية قلت لي أبو بكر مو بايع تحت شجرة. طلع هو مضيع. يا جماعة والله مصيبة إخواني، إخواني لللطيفة. خلي هذا المضيع يجاوب. زين وش راح يجاوب؟ لللطيفة إخواني، إحنا حينما نتكلم والله العظيم هذا حاجة وعد يدري. نتكلم على الذاكرة لأنه صعب أطلع الرواية وأجيب،
فمسألة إنسان يذكر اسم أو يقطع اسمه واسم أبوه هاي مسألة طبيعية. بس الآن هذا الأخ دخل أبو بكر وجابه حطه خلاه عدل ميت وطلعه من القبر وخلاه شاهد على الأسر. لقيت الأثر حجي وعد عن إنه أم جميل متزوجة من هذا المغيرة عن ابن حجر إذا ممكن. هذا مكتب. أقول لك هو ابنها اسمه جميل. هي أم جميل بنت محجن بن الأفقم الهلالية. وقيل أيوة. إن المغيرة كان قد تزوج بها سرا وكان عمر لا يجوز نكاح السر ويوجب الحد على فاعله، فلهذا سهكت المغيرة. وهذا لم أره منقولا بإسناد، وإن صح كان عذرا حسنا لهذا. هذا ابن حجر في تلخيص الحبير، يعني ما عنده إسناد لهذا القول. هو عائشة ما عندك إسناد لهذا القول. لحظة يا أبو كريم، أنت إذا ما ميز بين أبو بكر وأبو بكر أنا ما أناقشك، أنا أناقش فقط الدكاترة. عمر لا أنا أناقش فقط الدكاترة الثابت عنهم أنهم دكتور، ولا اللي ما ميز بين أبو بكر وأبو بكر هذا ما أناقشه. عمر كان لا يجوز لا يخم جواز السر. هذا قول ابن حجر في تلخيص الحبير. أنا أسألك، عمر كان لا يقوم جواز السر؟ هذا مو قولي، هذا قول ابن حجر. شو معرفني أنا قلت موجود بزمن عمر؟ ولا قوة إلا بالله. قبل شوي تقول أنت هذا أنا قرأت قول ابن حجر في التلخيص الحبير. لا حول ولا قوة إلا بالله. دكتور أنا والله أتمنى يا دكتور تسمع الحلقة مرة ثانية وشوف التخبيص حقك اللي بيتخبصه في الحلقة. أخواني أنا أعتقد إنه يعني إذا استمرينا الدكتور بعد يستمر في قضايا أخرى، فأنا لا أحب يجوز يشيلون منه شهادة دكتوراه. هذا ما أعتقد أحافظ على الجو. بالنسبة للمغيرة ابن الشعبة انا اعتذر اذا وعد علي ولا اسمع انا وعد. اذا كان اسمع اسمع دكتور علي اسمع بس ثواني اسمع. بالنسبه للمغيره بن الشعبه يقول الذهبي كان يحب النسوان، يعني يمسك يتجوز الوحده اذا ما هي حلوه. لا 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 سني لا سني هذا اللي قال سني. سني لحظة أبو ابن علي راحت الحسيك. لا أبو سلطان مين اللي قال هذا الكلام؟ من الذي قال؟ أبو سلطان يا أخي تركه الله قدرك عليه. أبو سلطان من الذي قال أنه كان يدور نسوان؟ هذا الإمام الذهبي يقول تزوج أربع نساء شاف ما خرط المشطة ما عجبنا، يقول لك أحرهن في ليلة واحدة وطلقهن في نفس الليلة. بويا يا رجل هذا طلع مو متعة. هذا إنسان بشري على فكرة الشيعي هو 360 حصان، هو حصان واحد، هو المغيرة بن شعبة حصان. شو أصلاً 360 حصان؟ أربعة وطلق. كان كثير التزوج الحسن بن علي. أنت لقى من نفس الليلة، نفس الليلة ما عجبه يريد يجدد، زلمة يحب. أخواني أسأل الله العلي العظيم أن يوفقكم. واللي صاحب دين شل لسانك يا طاهر. الله لا شل الله لسانك. اللي صاحب دين أسأل الله أن يقضي دينه، والمتزوج أسأل الله أن يرزقه ولد مو زوجة ثانية. وإن شاء الله كلنا نتزوج أربعة كلنا. عجي بس هيجي بس تنبيه للأخوة. أنا سؤالي يا أبو عائشة. بس لحظة يا أحبة، اليوم عندنا بالتيك توك الآن عندما يغلق الحاج وعد أفتح بث، أنا أرجع أفتح بث. اليوم للصبح اليوم سفرة اليوم وإحنا عندنا مع. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. شكرا لكل يا أبي عائشة، شكرا للدكتور علي. شكرا لكل الأخوة. النوى أبو عائشة حي الله أبو عائشة الوهابي النووي. شكرا لعبد الله الخاص التبرع. اللهم صل على محمد.